بيبي باس. مرحبا، اضغط هنا للاشتراك. عندما ينهي ذلك الطفل فحصه سيأتي دورنا لندخل. حسنا. ما الذي يجري هناك؟ أمي، أنا خائف جدا. لا تخف، الفحوصات ليست مخيفة أبدا. هيا بنا ندخل. مرحبا. مرحبا، أنا السماعات، دعني أسمع قلبك. حسنا. إنها تدغدغ. هذا ممتع، أليس كذلك؟ بلى، إنها كذلك. جيد، دعني أفحصك مرة أخرى. حسنا. أنا الطبيب، أمسك السماعات، صوت عال فوق الصدر هي دقات القلب. أنا الطبيب، أمسك السماعات، صوت عال أسمع وأسمع، أنت الآن بخير. حان وقت فحص الحنجرة. حسنا. تشبهها، أليس كذلك؟ في الحقيقة هي أكبر منها، إنها تسمى الحافظ. أنا الطبيبة، حافظ اللسان، واسع واسع، افتح فمك الآن. أنا الطبيبة، حافظ اللسان، واسع واسع، سوف أرى، أنت الآن بخير. حنجرتك سليمة. لقد اكتملت الفحوصات، أنت بصحة جيدة. شكرا يا دكتور. انتهى كل شيء.